أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لقناة بريس تطوان على هذه الزيارة وعلى هذه المقابلة لمؤسسة دعاء الديبوني للتعليم الخصوصي. بصفة عامة، هذه المؤسسة منذ تأسيسها اهتمت بالتعليم الأولي الذي يعتبر لبنة أساسية لبناء شخصية الطفل ومحطة من المحطات الأساسية للاندماج في المجتمع. كما تتوفر هذه المؤسسة على التعليم الابتدائي وعلى التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. وهنا أقف هنيهة مع السلك الثاني، يعني التعليم الثانوي التأهيلي، حيث تتميز هذه المؤسسة من بين المؤسسات الموجودة خصوصية الموجودة بفنيدق بخلق تعليم ثانوي تأهيلي جذع مشترك سنة الفريطة. وهذه السنة لدينا أولى بكالوريا علوم تجريبية. لماذا؟ لأن بعض تلاميذ أو تلميذات الذين اعتادوا على دراسة في المؤسسات الخصوصية يجدون صعوبة للتنقل إلى مدن أخرى أو إلى مدينة تطوان على سبيل المثال للتدريس هنا في التعليم الثانوي التأهيلي. حتى نخفف من معاناة الآباء والأولياء الأمور على أطفالهم الذين تعودوا على التمدرس في المؤسسات الخصوصية، وكذلك نحن نرحب بكل من يرغب التمدرس بمؤسسة دعاء الديبوني للتعليم الخصوصي، والأبواب مفتوحة منذ السنة الفارطة. دونك جونسيني لو سيكل كوليجيال اي لو سيكل كاليفيون. Je vous recommande vivement l'établissement de Adibouni parce que c'est vraiment un espace agréable, convivial. Il y a des professeurs très compétents dans toutes les matières, que ce soit scientifique ou littéraire. Bien sûr, avec une équipe pédagogique et administrative très compétente, que je vous recommande vivement. مؤسسة الدعاء الديبوني من بين المدارس الرائدة في مدينة فنيدق اللي معروفة بالطاقم ديالها التدريسي الممتاز والجودة ديال التعليم، وأنا دائما كنطمح أنها تكون في الريادة وفي المقدمة، وأنا دائما كيخرج من عندها تلاميذ ممتازين وعندهم كيمتلكوا قدرات تعليمية جيدة، وإدارة اللي كتسهر دائما على العملية التعليمية أنها تكون دائما جيدة وممتازة وكتمتاز دائما بالجودة ديالها على مستوى مثلا مدينة الفنيدق. بالنسبة للمادة، المستوى اللي كنشتغل فيه أنا هو المستوى السادس، هو مستوى إشهادي. طبعا دائما كنشتغلوا على أن التلاميذ يستافدوا من هذه السنة هذه وياخذوا مجموعة ديال الموارد التعليمية والمناهج، أننا نوصلوا لهم المناهج التعليمية والمقررات على أحسن وجه، وانهم اكتسبوا مجموعه ديال المهارات باش تساعدهم في المستقبل. حنا نقنع جميع اولياء الامور باش يجيو يقريونا العيال ديالهم، بحيث هي مدرسه كتوفر على مجموعه من المرافق التربويه، بحيث انها مؤسسه بيداغوجيه كتوفر على واحد النظام سيكوريتي مزيان، حيث مدرسه متوفره بكاميرات وطاقم تربوي اللي منصارم في التعليم ديالهم. مؤسسة الدعاء الديبوني للتعليم الخصوصي هي مؤسسة عريقة معروفة منذ القدم تقريبا من الأوائل أو من المؤسسات التي شيدت بهذه المدينة، مدينة الفنيدق، منذ سنة 2015. هي مؤسسة متميزة أولا نظرا للأطر التربوية الكفأة والمتمرسة، ولها دراية عميقة بالتربية والتعليم وبالعملية التعلمية التعليمية، وهي مؤطرة من خيرة المؤطرين التربويين الذين لا يفارقون هذه المؤسسة قريبا كل يوم أو لنقول كل أسبوع. لدينا كذلك بهذه المؤسسة، أو أقول نحن نشتغل بهذه المؤسسة كخلية واحدة، مترابطين من أعلى الهرم إلى أسفله، منسجمين مع بعضنا البعض، موفرين الفضاء الرحب للمتمرسين وكذلك للآباء
بمناسبة سنة أو انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2024-2025 نرحب أولا تلميذاتنا وتلاميذنا المسجلون بهذه المؤسسة، كما نرحب بالجدد الذين كان لنا الشرف أن أتوا إلى مؤسستنا هذه وقبلوا التسجيل بها نظر الإشعاع الذي تعرفه في كل الميادين، سواء الميادين التربوية أو التعليمية أو حتى الأنشطة الموازية. ومرحبا بالجميع، ونتمنى للجميع التوفيق والسعادة والنجاح إن شاء الله. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.